وللمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال عفيفي. أستاذ جمال، بعد التحية يعني نبدأ من جميل عفيفي، عفوا ضيفي الكريم، بعد التحية يعني نبدأ من حيث نقف عند افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، قبل الحديث عن مجمل الإنجازات في قطاع الإسكان، يعني أهمية وانعكاسات افتتاحات اليوم على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبار أن مدينة بدر على بعد دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة. هو طبعا في البداية ما تم افتتاحه اليوم هو طبعا احنا شايفين انجازات على ارض الواقع منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليوم طبعا الاستكمال لهذه المسيرة من الانجازات. وافتتاح هذه المشروعات اليوم بجانب العاصمة الإدارية الجديدة، وان هيبقى في الموظفين العاصمة الإدارية الجديدة اماكن معيشية قريبة، وزي ما احنا شفنا هي اماكن سكنية مجهزة على احدث الأجهزة وأحدث الطرازات، في حد ذاته بينقل أو العمالة والموظفين اللي في العاصمة الإدارية الجديدة يشجعهم إن هم يصلوا إلى هناك، وهو على بعد كيلومترات بسيطة جدا أو قريب جدا من العاصمة الإدارية الجديدة. وفي طبعا احنا شفنا عمليات المواصلات الجديدة اللي بتتم من نوريل وخلافه، طبعا ده هينقل نقلة كبيرة، ويبتدي العاصمة الإدارية بالموظفين اللي موجودين فيها بالعمالة اللي موجودة فيها تقدر إنها تسكن في سكن محترم، سكن آدمي، وإن هي توفر أيضا الخدمات للعاصمة الإدارية. جميل. طيب أستاذ جميل، يعني إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر يعني استراتيجية القضاء على العشوائيات في مسألة مكافحة الإرهاب؟ هو بالطبع دي كانت أخطر شيء يواجه الدولة المصرية، أخطر تحدي يواجه الدولة المصرية منذ فترة طويلة جدا. التحدي ده اللي هو العشوائيات اللي كانت موجودة، العشوائيات مش عشوائيات في أماكن غير آدمية وأماكن غير صحية، ولكن عشوائيات في السلوك، عشوائيات في التعامل، بينتج عنها للأسف الشديد إرهاب، بينتج عنها بلطجة، بينتج عنها تجارة مخدرات وخلافه. وكان البعض طبعا بيستغلها منذ فترة طويلة لضرب الدولة من خلال بعض الأفلام أو نقل بعض الوثائقيات عن العشوائيات. الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى وكان له هدف واحد، أولا ضرب الانتهاء تماما من العشوائيات داخل الدولة المصرية، وإسكان المواطن في منطقة آمنة، منطقة سكنية على أحدث طراز، مجهزة بأحدث المعدات ومجهزة بأحدث وسائل السكن الممكنة. طبعا كل ده ما هوش بنقضي على منطقة عشوائية فقط، ولكن احنا بنقضي على سلوكيات عشوائية، بنحول وبنغير سلوك المواطن من سلوك عشوائي إلى سلوك سليم، قادر على انه يتعامل مع الدولة الحديثة، قادر على انه يتعامل مع الجمهورية الحديثة الجديدة. طبعا اهم شيء في هذا الموضوع ايضا النشء والجيل الجديد من الاطفال، الاطفال اللي كانوا بيتربوا في المناطق العشوائية للاسف شديد كانوا بيكتسبوا زي ما قلنا السلوك العشوائي، لعلك تابعت انتقلوا الى اماكن ادميه واماكن متطوره. هناك بعض هناك الانديه اللي بيلعبوا فيها، هناك المراكز الثقافيه، المراكز الصحيه ايضا، وسائل التعليم المختلفه، كل ده طبعا بيخرج نشء جديد قادر على مواكبة التطور ومواكبة التحديث داخل الدولة المصرية. يمكن تابعت معنا أستاذ جميل في كلمة السيد الرئيس أثناء افتتاحه لهذه المشروعات عبر الفيديو كونفرنس ومتابعة المناطق العشوائية التي تم تأهيلها، عندما قال النشء الذي ينمو في هذه المناطق العشوائية التي السابقة هو نشء لا يمكن أن يبني دولة ولكنه يهدمها. بالطبع هو بيهدم الدولة زي ما بقول لحضرتك، لأن سلوكه سلوك عشوائي، سلوكه إن هو ناقم على الدولة، خارج ناقم على الدولة، ناقم على المجتمع، ناقم على
كل شيء داخل الدولة. فأنت لما هتوفر له هذا السكن البديل هيبقى موجود. وهو خلي بال حضرتك، هو ده نفس الكلام اللي قاله سيادة الرئيس، إن كانت دي أخطر حاجة من 2011، ودي كانت اللي هو العشوائيات وقاتلي المناطق العشوائية، ناهيك عن الأمراض الكثيرة اللي كانت بتخرج من المناطق العشوائية. وإحنا مصر كان أكبر دولة فيها فيروس سي، ما هو بسبب برضو مناطق عشوائية فيها حشرات ضارة جدا بالمواطنين، زي ما احنا سمعنا وفي الفيلم اللي كان متصور بيقول كان في عقارب بتلدغ الأطفال وبتؤثر على حياة المواطنين بشكل مستمر. نقل المواطنين ونقل الشباب ونقل الحياة العشوائية إلى أماكن سكنية محترمة، أماكن سكنية زي ما احنا قلنا، أنت بتغير سلوك المواطن، بتغير وعيه كمان، بتعيد تشكيل وعي المواطن المصري أنه يقدر يواكب التطور اللي في الدولة. أيضا بتنمي عنده مسألة الولاء والانتماء للدولة المصرية، دولته اللي بتقدم له كل الخدمات وكل ما هو ممكن من أجل أنه يعيش في حياة كريمة. دي كانت أكبر تحدي للدولة المصرية، وزي ما قال الرئيس أنه قدر أنه هو يواجهها بمنتهى الحسم، قدر أنه هو يواجهها من أجل تطوير الدولة ومن أجل الحفاظ أيضا على المواطن والحفاظ على المستقبل الوطن في الوقت الحالي. نعم الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.